السلام عليكم. لعبة جديدة اخترناها لكم لهذا اليوم، تعمل على تنمية التفكير الذهني لدى الأطفال. على الطفل أن يجمع الألوان اللونين ويضع الناتج في مربع واحد. استخدمت ورق الفوم وقطع الكرتون في هذه اللعبة. على الطفل أن يختار من هذه الأشكال ووضع الناتج الصحيح في المربع، أو يقوم الطفل برسم الناتج داخل المربع. عندنا اللونين الأصفر والأحمر، يختار الطفل الجواب المناسب. أصفر أحمر، أصفر زائد أخضر، أصفر زائد أزرق، أصفر زائد أصفر. عندنا المربع الثاني أصفر أزرق العفو زائد أحمر، أزرق زائد أخضر، أزرق زائد أزرق، أزرق زائد أصفر، أحمر زائد أحمر، أحمر زائد أزرق أخضر، أحمر زائد أزرق، أحمر زائد أصفر. إلى اللقاء.